something about you. Pulling me back and I'm going under. A little deep, a little low. جديدة طبعا صدرت عن بحث هذه الرواية لأنها أخذت حكاية اللجوء الفلسطيني منذ نابليون بونابرت وغاية اللجوء الأول. كمان صارت الدراسة اللي هي بتقولها دائما احنا بنحكي لهم انهم يكونوا منتبهين لانفسهم بشكل كبير، يناموا بشكل كبير حتى مني تلي كلمة احبك اعيش بعالم ثاني. قاعة امتحانات ومتطوعات الدفاع المدني بياخذوا حرارة من الطلاب اللي تقدموا للامتحانات، دائما نذكرهم بارتداء الكمامات. يعني هو قال في الوقت فلاحظت انه هم يعني ممكن يكونوا عندهم مشاكل في المواد مثلا، لكن Yo suposo que deu dir això. No, és veritat o no? Bueno, sóc crític, quieta, que li agafarà una petxusca. Em sembla que diu per això que comenten de que el Polònia i el Colabrot de la tarda doncs no renovarà. Sí, és això el que vull parlar, però a mi els de la Colònia aquest...